يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود مسرور مولاي. مهرم هدية، مهرها وعتقها ستقدم إلى عروسك يا مسرور، مهرا من الرؤوس. هل الرشيد عاجز عن دفع مهر جارية؟ هل الرشيد عاجز؟ لا يا مولاي. كيف هو سيفك يا أبا هاشم؟ لقد سننت شفرته يا مولاي، وهو طوع بنانك. أمرك يا مولاي. ستتزوجها يا أبا هاشم. خذوا هذه الأكياس وضعوها في ممر قاعة الحكم.
إنها كثيرة جدا يا مولاي. إنها دراهم ودوانق، احرص على أن تكون في طريق الرشيد. خراج وفير. هذا خراج أمير المؤمنين. لقد أوكلتني مولاتي زبيدة بخراجها، فأريده كي أتصرف به. لم يصل خراجها بعد. وكل هذه الأموال لا تتدخل فيما لا يعنيك أيها الحاجب. كل ما يجري في هذا القصر يعنيني يا أبو الفضل. أريد خراج مولاتي أم محمد الأمين حالا. عندما يصل خراجها سأرسله لها. هل تظن نفسك بأنك ستستمر في تعاليك هذا؟ فلتقل خيرا أو لتصمت يا ابن الربيع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله صلاتك. أدعو الله أن يتقبل كل أعمالنا إلا طالحها، فطالح الأعمال يودي بنا إلى السجن. بل نكث العهود والمواثيق. ربما في السجن تكون أكثر اطمئنانا. لقد تعودنا السجن يا عباسي. يا طالبي، لما تستكين إذا ما وضعت في حبس؟ أكنت تخطط لشيء ما؟ لأني أسلم أمري لله خالصا. وإذا كنت تظن أنك مرتاح أكثر مني وأنت في قصرك هذا فأنت على خطأ، فأنا قد أموت هنا ولكني أموت مرتاح البال. أما أنت فيكفيك تشويش الفكر والبال والخوف من أن يفتك بك أحد المقربين منك. وأنا أرى أن من ينقض العهد لابد أنه خائف من كل شيء، حتى من أقرب المقربين إليه. إن البرمكي قد أرسل لك هذه الدوانق يا مولاي. هذه الدوانق هي خراج أمير المؤمنين.
أرسل هذه الأموال لابني مبارك وليوزعها صدقة على الفقراء. أمر مولاي. وهذه قصة الخاتم. أوصتني أمي ألا أتخلى عنه أبدا، فهو الدليل الوحيد إلى أبي. والخليفة يلبس مثله؟ بل نصفه الآخر. لقد صعقت عندما رأيته بيد الخليفة، ولكن أين الخليفة وأين أنا؟ ولما لا يا أحمد؟ لما لا يكون هو الخليفة أبي؟ لا لا لا، مستحيل. أيعقل أن يكون الخليفة أبي ويتركنا أنا وأمي في فاقة وفقر؟ وإن كان كذلك، هل هذا هو الخليفة نفسه الذي ملأ الأرض عدلا وزوجه وابنه في فاقة ولا يريدهما؟ مستحيل، بل أنا لا أريده. ربما جاءه هدية، ربما مصادفة، ربما. ولكن لماذا لا تتأكد؟ لم يعد ذلك مهم. قضيت أيامي بدون أب أو معيل، وسأقضي بقية حياتي بدونه. كل همي الآن، بل أنا لا أريده. تلك الحانة وتزوجك. سأذهب إلى حسان كي أعرف إن كان يريد بيعك. هو لا يريد بيعي. سأحاول. وقال بأن خراجك لم يصل بعد. اللعنة عليه، أيماطل في إعطاء خراجي؟ أما لهذا المستكبر من رد؟ هارون، لقد منع عني البرمكي الخراج. أأمنع عن خراجي وأنا زوجة الرشيد؟ لا أحد يستطيع أن يمنع عنك خراجك يا ابنة الأكرمين. ما الذي يحصل يا هارون؟ ما الذي لم يحصل يا زبيدة؟ السلام عليكم يا أبا عبد الله. وعليك السلام. نكث ونقول، وقد كتب العهد على رؤوس وجوه القوم. إنه يفعلها دائما. ولولا أننا على يمينه ويساره لو سمت هذه الدولة بالغدر، ونحن لا نحب الغدر ولن نكون. إذن اردعوه عن حنثه بوعده. بل نصحح ما فعل ابن العم وتعود كما كنت.
خديعة. لا خديعة يا ابن العم، بل اتفاق. ماذا تريد؟ سأطلقك. نقابل. سنخلع هارون وسنضع بدلا عن عبد الله المأمون خليفة، وستوالي وتجعل قومك يوالوا، وحقنا في الخلافة نقتسمها وإياكم. هل لك دالة على ابن هارون؟ أجل، أنا وأبي من ربيناه يا ابن العم. ليس للإنسان إلا ما رزق، أستعين بالله، بالله أثق. علق الهم بقلبي كله، وإذا ما علق الهم علق. بأبي من كان لي من قلبه، مرة ود قليل فسرق. يا بني العباس فيكم ملك، شعب الإحسان عنه تفترق. إنما هارون خير كله، قتل الشر به يوم خلق. لا فض فوك يا أبا العتاهية، لا فض فوك، تفضل. أجل، ومن مثل هارون أمير المؤمنين يقتل الشر به؟ يا مولاي، ببالي دائما سؤال أريد أن أسأله. هذا الخاتم منذ رأيتك وأنت تواظب على لبسه ولا تخلعه أبدا، مع أنه نصف خاتم. من يملك النصف الآخر من هذا الخاتم له ثلث ملكي إن كان حيا. ليتني مت قبل أن أترك زوجي وولدي في مهب الريح. أطال الله في عمرك يا مولاي. المنية قدر لا بد منه. افعل ما يأمرك به مولاي الرشيد يا مسرور، من أجل حريتي وعتقي. سأفعل، فمولاي إذا قال صدق. متى؟ عند قطاف الرؤوس اليانعة. لك ما تشائين يا أم الفضل، أتريدين ضيعة أقطعك إياها؟ لقد سبق فضلك عطاءك يا مولاي. ربيتك يا هارون مع أولادي، وكنت الأقرب منهم إلي، وقد وليت وأقطعت وأعطيت، ولكن عطاءك كان ناقصا. وهل فوق الولاية والعطاء شيء؟ أجل، أجل، هناك شيء فوق ذلك، الثقة يا أم الفضل. وعندما يعطي هارون الثقة لأحد ما فهذا يعني أنه أعطاه ما فوق العطاء. لكن عطاءك يا هارون لا يكتمل إلا إذا أعطيت جعفر نسبك، فيكون لك صهراً وأخاً.
ليس هارون من لا يستطيع أن يمنع أو يدفع، وليست زبيدة من لا تعرف هارون. إذن قد ظهر الحق وأصبح واضحا جليا. ضيعني الله إن ضيعتكم يا أم محمد. وضيعنا الله إن لم نشد أزرك ولم نكن عونا وطوعا لك. كل أهل بيتي. أجل كلهم، ومتى حدنا عن الصواب يا أمير المؤمنين؟ وإن حدنا عن الطريق فلا بد من رجوع. حتى العباسة يا زبيدة. حتى العباسة، كن مطمئن. كيف تفعل ذلك؟ كيف؟ أوصل بك الأمر أن تطلق على أعداء هارون؟ لم أطلقه يا أبتي إلا بعد أن أخذت منه وعدا وعقدت معه اتفاقا بأن يكون سندا لنا فيما نحن ماضون فيه. لقد فتحت أبواب جهنم علينا يا جعفر. هل تظن أن الرشيد سيسكت عما فعلت؟ ما تفعله يا جعفر هو الجنون بعينه. بل هو العقل بعينه يا أبتي، العقل بعينه. لن أسمح لهارون أن يفعل بي ما فعله الهادي بك أنت. سأجعله يفكر ألف مرة قبل أن يتجرأ علينا. أكثر ما أخشاه أن يودي بنا تهورك وغرورك إلى مكان لا عودة منه. لا تخف يا أبتي، لا تخف يا أبا الفضل، فالأيام القادمة لنا نحن. إنما هي أوهامك يا جعفر، ليس إلا. بضعة جياد غادرت القصر يا مولاي. من تحمل؟ الطالبي، أطلقه جعفر. اشتقت إلى مجالسنا معا يا عباسة. وأنا اشتقت حتى لنفسي يا أم محمد. أجل، يشتاق الإنسان أحياناً إلى نفسه أكثر من اشتياقه إلى من يحب، لا سيما في هذه الأيام الصعبة. هناك ما يجري وأنا لا أعلمه؟ دائماً هناك ما يجري، لذلك علينا جميعاً أن نكون معاً ويداً واحدة، نلم شملنا كي نواجه الأخطار التي تحدق بنا. أهم البرامكة يا ابنة العم؟ وصلتنا هذه الدولة ويجب علينا أن نحافظ عليها من كل شيء، وأي تخاذل منا قد يطيح بها ويرميها في هوة ليس لها قرار. كل ما يفيدنا الآن أن نكون معا، نعتصم بحبل الله كي ننجو من شرهم. أفهم ما تقصدين يا زبيدة. لا تقلقي يا أم محمد، فأنا العباسة العباسية ولا أنتمي إلا لأهل بيتي، ولن أكون ثغرة يأتي منها الشر لا للدولة ولا لأخي هارون الرشيد. كل ما مضى قد مضى واندثر. شر لا للدولة رهن إشارة أخي هارون، وسأدافع عن هذه الدولة التي بناها آباؤنا وأجدادنا كما يدافع عنها أشد الرجال. ليس لدي سوى هذا الخاتم، أقيدها به. ما هذا الخاتم؟ ورثته عن أمي رحمها الله، ولكنه ليس أغلى من حبي لسرين. يا حسان، يا صاحب الفسق والفجور، ألا ترحب بضيوفك؟ أهلا أهلا يا أبا العتاهية، تفضل.
عليك اللعنة يا حسان، وعلى حانتك التي تسرق من وقتك ومن أموال الزبائن. حسان، ماذا قلت؟ أنت مجنون؟ ما قيمة هذا الخاتم حتى أمنحك مقابله جارية تبيض ذهبا؟ إن أردتها عليك أن تدفع الكثير. خاتم بجارية؟ ما قيمة هذا الخاتم؟ الهاشمية القرشية. مولاي الرشيد، كيف حالك؟ إذا كان مولاي الرشيد بخير فأنا بخير. الخير يعم عندما يكون هناك من يحافظ على الملك. لا بقي من يريد أن يهدم الملك، حتى ولو كان من داخل القصر، حتى ولو كان من أهل بيتك. طلبتك أم الفضل لابنها جعفر، اجتهدت من عندها. أو أن هناك شيء يحاك من دون علمي؟ لا بقيت إن خرجت عن طوعك وأمرك. عباسة، هل تريدين جعفرا زوجا لك؟ شرف لن يحلم به. ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لجعلته خادماً كما يستحق، ولكن للنفس زلات، وجل من يغفر هذه الزلات يا مولاي. مثلك يا عباسة وإن تعثر لا يقع، وسرعان ما يستدرك ما كاد أن يخسره. يا ابنة المهدي وسنام العباسيين، سأصلح ما فسد. ستفعلها يا مولاي؟ اكتمي كل شيء حصل وما سيحصل. أرسل لقوادنا على أطراف ومشارف بغداد أن يكونوا على أهبة الاستعداد، وأرسل إلى القائد عبد الملك بن صالح أن يكون جاهزاً مع جنده إذا ما لزم الأمر. صرف. هيا أبا هاشم، ما أخبار الغزالة؟ انتظارك مع صاحبها يا مولاي. هيا لنلهو معهما قليلا. جئتك بهدية يا مولاي. ما اسمك؟ ما هي يا مولاي؟ ما هي؟
ماذا تجيدين يا ماهي؟ إنها تجيد الكثير من فنون السحر يا مولاي، فنون لم نعهدها من قبل. فنون السحر؟ أشكرك يا جعفر على هذه الهدية. لا تدري كم أنا بحاجة للترويع عن نفسي. كأننا أتينا باكرة، لم يأتي السمار بعد. شعوانة، أين هي سيرين؟ إنها بمخدعها تهيئ نفسها. وأين هذا الأبله صاحب الحانة؟ قد خرج لقضاء بعض شأنه. اذهبي وأعدي لي بعض الطعام، فأنا جائع. أمرك سيدي. ابقى هنا ولا تدع أحدا يدخل حتى أعود. ماذا تريد أن تفعل؟ ما كان يجب أن أفعله منذ زمن بعيد. لقد تم كل شيء يا مولاي، كل الحرس من رجالنا المخلصين. والأبواب الخارجية؟ مؤمنة يا مولاي، فقد استبدلنا رئيس الحامية وكل الجنود، إنهم من رجالنا الخلص يا مولاي. وعبد الملك قائد الجيش على أبواب بغداد، وهو مستعد لإشارة منك. أحسنت يا ليث. لا أعرف ماذا سيفعل مولاي الرشيد، ولكن كل الذي أعرفه أنه ينوي أمراً خطيراً وخطيراً جداً. أعرف أن الرشيد في ذروة غضبه الآن، وأعرف أنه يحتاج إلى نقطة كي يبدأ منها. سأساعده على البدء. بإمكانك الانصراف الآن. أمر مولاتي. ماذا تفعلون أيها المعتوه؟ أخرج، أخرج ولا صرخت بأعلى صوتي. أخرج وأترك كل هذا الجمال؟ أرجوك سهان. لا تخافي، لا أرجوك. سيرين. لن يكون هذا الخاتم أغلى من سيرين، وأمي رحمها الله ستفرح أني بادلته بسعادتي، ولكني الآن يجب أن أجد عملا يدر علي مالا حتى أحررها. أنجدوني! ما بك يا شعوانة؟ مهان يعتدي على سيرين. سأقتله! مهان! 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 لن تفلت مني هذه المرة! حسن! 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 أرجوك لا تموت! هيا قم! أرجوك! حبيبي سأتزوجك! حسن! أرجوك لا تموت!
لم يكتب لي القدر أن أتزوجك. حسن! لقد أحسن الفضل ليرسل لي رأس زعيم المحمرة إلى هنا إلى قصري. وما الفائدة من ذلك يا مولاي؟ نرهب به أعداءنا وأعداء الله ونستفزهم، وربما يستجمعون قواهم ويخرجون علينا مرة أخرى. لقد فاتني ذلك يا أبا الفضل، فاتني ذلك، فلنتقي شرهم. هو ذاك يا مولاي. إذا أرسل للفضل ألا يرسل رأسا أو أي شيء. كوني مستعدة يا ماهي، كوني مستعدة، فقد أنا الأوان. ما بك؟ أخائفة؟ وكيف لا أخاف يا مولاي؟ إنه الرشيد أمير المؤمنين، وإذا ما كشف أمري سيقتلني. لا مجال للتردد أو الخوف. أنت راجعتي، أنا من سيقتلك يا هارون. وإن نفذت ما أكل إليك ستكونين سيدة من سيدات هذا القصر، تأمرين فتطاعين. سأفعل كل ما تطلبه يا مولاي. خنجر مسموم تطعنينه به وينتهي كل شيء، وستجدين سلم المجد ينتظرك. سيكون لك ما تريد يا مولاي. أكمل الحكاية.